المقام الحضري بحفل زفاف بنت شهندا، وظهرت شهندا بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية فستان أبيض منفوش مرصع بالفضي، الشيء اللي خلى إطلالتها مميزة وملائكية. وبيأتي ذلك بعد عام من احتفال الكابتن عصام الحضري بخطوبة بنته شهندا على شاب يدعى عمرو صلاح، وكان حضر عصام الحضري مباريات كأس العالم في قطر خلال الفترة الماضية برفقة زوجته، وحرص على دعم منتخب المغرب في مبارياته الهامة. وبتتميز بنت عصام الحضري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، واللي بتثير بيها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها لملابس وفساتين مميزة.